النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. استقرت الأجواء نهار هذا اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، لكنها بقيت بالرغم من ذلك دون معدلاتها المعتادة بحوالي أكثر من 5 درجات مئوية. الطقس كان ربيعي لطيف مائل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وأيضا خليج العقبة. نستعرض معكم في بداية هذه النشرة خرائط ما يسمى بالضغط الجوي، والتي تشير إلى الأنظمة الجوية. تتأثر المملكة بشكل أساسي بمرتفع جوي، هذا المرتفع يسيطر على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، كما تلاحظون أيضا يدفع برياح شمالية إلى شمالية غربية، هي التي مسؤولة عن بقاء درجاتها ضمن المعدلات التي دون معدلاتها الاعتيادية مثل هذا الوقت من العام. ولكن على الجانب الآخر، اعتبارا من يوم الاثنين والثلاثاء، يتزايد تدريجيا تأثير ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، كما تلاحظون يصعد باتجاه المملكة. هذا المنخفض الجوي، منخفض البحر الأحمر، عندما لا يتصادف مع كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، يجلب معه كما هو الحال في الأيام القادمة اندفاع لكتلة هوائية ساخنة وحارة نسبيا قادمة من صحراء الجزيرة العربية باتجاه المملكة، والتي بمشيئة الله ستعمل على حدوث ارتفاعات متتالية وملموسة وملحوظة على درجات حارة وسط أجواء مستقرة للغاية في أغلب مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات درجات حرارة، كما تلاحظون إذن هذه درجات حرارة اليوم الأحد، هذه خرائط درجات حرارة للطبقات القريبة من سطح الأرض. درجات حرارة هذه باللون الأحمر تعني درجات حرارة ساخنة ودافئة، اللون الأصفر درجات حرارة أقل. إذن تقع المملكة اليوم الأحد تقريبا ما بين وبين، وبالتالي درجات حرارة ما زالت دون المعدلات، ولكن اعتبارا من يوم الغد تبدأ هذه الكتلة الهوائية الساخنة والحارة نسبيا بالاقتراب من المملكة، فغدا يبدأ أول ارتفاع درجات حرارة. حتى يوم الثلاثاء تلاحظون الألوان الجديدة التي بدأت تظهر، وهي بالأحمر القاتم، والتي تعني المزيد من الهواء الساخن والحار نسبيا المندفع من الجزيرة العربية باتجاه المملكة بمشيئة الله تعالى. عودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، بالرغم من ارتفاعات درجات حرارة متوقعة خلال الأيام القادمة، إلا أن الطقس هذه الليلة يبقى باردا نسبيا، وتبقى درجات حرارة دون المعدلات ودون، وهي أقل يعني مما هو معتاد عليه لشهر أيار شهر 5، درجات حرارة باردة. وبالتالي حتى السحور في الخارج خلال ساعات الليلة القادمة غير محبذ، فكرة ما زالت سيئة، لأن درجة الحرارة حتى الصغرى اضطهبت هذه الليلة ما بين 12 إلى 11 درجة مئوية، ولكن الأجواء صافية بوجه عام. نهار يوم غد الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى، درجات الحرارة تصبح يعني تقترب من معدلاتهم في هذا الوقت من العام، يتحول الطقس يصبح ربيعيا دافئا غدا في أغلب المناطق، وحتى يصبح مائل الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وسط أجواء مستقرة. وبذلك غدا ربما يكون أول يوم بشكل عام مناسب للجلسات الخارجية مساء ومع وقت الإفطار، وحتى في ليلة الغد ليلة الاثنين على الثلاثاء، حيث تكون درجة الحرارة وقت ساعات الإفطار في العاصمة عمان 23 درجة مئوية والطقس مستقر للغاية. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصورة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من مدينة إربد، غدا من 24 إلى 14، في جرش 25 إلى 13 درجة مئوية، في عجلون من 22 إلى 12، وفي المفرق من 27 إلى 14 درجة مئوية والطقس ربيعي دافئ. في العاصمة من 26 إلى 16، في السلط من 26 إلى 15، في مادبة من 28 إلى 14، أما في البحر الميت فالأجواء حارة نسبيا 33 إلى 20 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 28 إلى 15، والأجواء أيضا مشمسة ربيعية دافئة في أغلب المناطق. في الكرك من 25 إلى 15، في الطفيلة من 24 إلى 16، في معان من 28 إلى 15،
في جبال أشرام 22 إلى 16، أما في خليج العقبة فترتفع تقريبا درجة الحرارة العظمى تسجل 33 درجة مئوية، طقس حار نسبي، والصغرى 23 درجة مئوية، والطقس أيضا ربيعي دافئ في أغلب مناطق جنوب المملكة. انتقالا إلى المناطق الشرقية من 29 إلى 16 في أرويشت، في الصفاوي من 30 إلى 16، وفي الأزرق من 31 إلى 16 درجة مئوية، والأجواء مشمسة مستقرة بوجه النعم. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة الاثنين 26 إلى 16، كما ذكرنا إذا نلاحظ دفء الأجواء في ساعات الليل، الثلاثاء المزيد من ارتفاع درجات الحرارة تصبح تقريبا 28 إلى 29 درجة مئوية في العاصمة، عمان أجواء تصبح حتى مائلة الحرارة قليلا بشكل نسبي في ساعات النهار، ليلا 18 درجة مئوية، المزيد من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع حتى يوم الأربعاء تسجل 31 درجة مئوية في ساعات النهار، ليلا 20 درجة مئوية، طقس غالبا مشمس، بعض الغيوم المتوسطة والعالية غير المؤثرة، والأجواء تتحول لتصبح حارة نسبيا حتى في العاصمة عمان، وتصبح حارة إلى شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة التي تقترب بها درجات الحرارة من حاجز 40 درجة مئوية في تلك المناطق. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.